انطلاق حفل لتوزيع جوائز يحيى الحامدون في نسختها 13 الذي تنظمه جمعية ترقية الرياضيات برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فعالية الحفل بحسب منظميه هي خطوة أولى نحو صناعة رياضيين بارزين على منوال يحيى بن حامدون. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الرياضيات في الثقافة الموريتانية، لكنها تواجه تحديات عدة منها عزوف الدارسين عن هذه المادة. لا يبعدها ذلك عن التحديات التي تواجهها المواد العلمية بشكل عام. العزوف على مستوى المستويات التعليمية المختلفة عن هذه المادة، وكذلك عدم انتشار أو كثرة الجمعيات مثل جمعية ترقية الرياضيات التي من شأنها مساعدة جهود الدولة في إشاعة تعاطي هذه المادة المهمة تعلما وتعليما. ولما للرياضيات من أهمية عظيمة في تطوير كافة المجالات، يعتقد المشاركون في التظاهرة أن هذه الجائزة لها دور مهم في تعزيز والرفع من مستويات الطلاب والباحثين الرياضيين، وتعطي أيضا مقاييس ومؤشرات عن المستوى التعليمي في البلاد. ولكن هي إضافة إلى ذلك تمكننا من قياس مؤشرات مهمة. لذلك فهذه الجوائز التي ستعلن بعد قليل هي في الحقيقة مؤشرات للمستوى التعليمي ولنوعية التكوينات، خصوصا في مجالي الرياضيات في المستوى الثانوي والمستوى الجامعي والمعلوماتية. وحضر فعاليات توزيع جوائز المسابقة الأمين العام لوزارة التعليم العالي وممثلة عن وزارة التهذيب الوطني، بالإضافة لمنتدبين لتمثيل مؤسسات التعليم العالي الوطني. وشارك فيها 25 تلميذا من التعليم الثانوي ومجموعة من الطلاب الجامعيين في مادة الرياضيات. ويعتبر البروفيسور يحيى ولد حامدون من أهم العلماء والباحثين الرياضيين في موريتانيا. أنجز في مسيرته العلمية العديد من البحوث خولته بالفوز بميدالية فيليبس المعادلة لجائزة نوبل عام 2006 قبل أن يتوفى في مارس 2011.